عسلامة. عسلامة. لبيس؟ لبيس الحمد لله. قدم لي روحك. يسري رمضان. يسري رمضاني. مرحبا بيك مسيو يسري. اش تعمل في حياتك؟ اش نعمل في حياتي؟ شاي. مانيش نعمل في شاي. علاش؟ لماذا؟ كنت نخدم وبطلت. علاش بطلت؟ ما ساعدنيش الخدمة. ما ساعدنيش. الشهرية ما ساعدتكش؟ ما تكفيش. يعطي فيه في 600. انت قداش تحب تخلص؟ ايه. انت قداش تحب تخلص؟ نحب نخلص زوز 300. ايه. ما لقيتش الشهرية هكا زوز 300؟ ما لقيتش. خلصوا ب 20 كاين دينار في الوقت هذا. كاين دينار 20. شفنا برشا مشاكل معناها في حكايه شهريه وقت نتاع خدمه سوايع الخدمه. نحسكم تحبوا تخدموا شويه وتخلصوا برشا. اي اخدم الموجود طورا. اخدم الموجود. انا ما نخدمش. نبقى بطال. وكيفاش تصرف؟ ثم عبيد معناها تقلب خدمة. تقلبت نهاري. تقلبت نهاري كيفاش؟ خدمت مع واحد معناها في ما سالش نجبدها البلاصة ولا اي ميسالش. ما تقولش اسمه. في شو اسمه حي عاش. خدمت معاه فهمت 125. اعطاني 10,000 و بعد ما كملت له الخدمة. شيء. علاش قلبك هاو؟ يحبوا يشتغلوا يحبوا. بالك الخدمة ما عجبتوش. بدي خدمت معه بالقدية. اما هو ما خدمت معه بالقدية معنا. اما هو ما مرضى قلت لك ما. انت من ولاية القسرين. اي. ما فماش خدمة في القسرين؟ ثم خدمة ما مشي. هي كيفاش؟ ما يخلصوش ب 3 ملايين؟ ما نخدمش ب 20 دبر. انت تحب تخلص 3 ملايين؟ قلت لك 300 ولا 3 ملايين قلت لي. هي 3 كنت نخلص في 3 ملايين شوية بطلت من الخدمة. فانا خدمة خلصت 3 ملايين. مدير بتاع واحد بتاع بنك. انت خدمت مدير بنكة؟ اي خدمت غادي ما معناها خدمة ياسر. انتي تفدلك ولا كيفاش؟ ما فهمتكش. انتي قاعد تفدلك معايا معناها باش تفدلك معناها ونكملوا نحكي و ما فهمتش انا طبعا. مانيش فادلك خدمة تما بطلت. ممكن اغلب الشباب مشكلتهم انهم يخدموا برشا سوايع بداخل شهري ضعيف. ما فهمتش. ما سمعتكش. اغلب الشباب متقلق انه يخدم برشا سوايع. مثال يخدم 12 ساعة والدخل الشهري ضعيف. شهريته ضعيفة. ايش شهريته ضعيف؟ معناها يصرف 10,000 يجبد منها دينار ولا 2000 تمشي فيه. صحيح. انت كشاب اليوم قديش تصرف في النهار؟ في النهار 15 20 في النهار. تخدم توا ولا؟ مانيش نخدم. منين تجيب في الفلوس؟ خواتي. خواتك يبعثولك؟ اي يبعثولك. هوني كيفاش عايش؟ فلاحة في البلاد يبعثولك. علاه ما تخدمش فلاحة؟ لا ما نخدمهاش. علاش؟ سينية متاعنا كبيرة. اي. هو مخلي الوالد قاعد يتصرف في السلعة. ويبعثلي وقت نستحق يبعثلي. كلمه يبعثلي. الفلوس يبعثلك فلوس. انت علاه ما تزيدش تخدم معاه؟ انا مروح. علاش ما تخدمش مع ابوك؟ انا مروح باش معناها نولي نخدم معاه. حاجه باهيه. اي سينون قداش عندك في تونس؟ في تونس عندي 3 جمعيات. باهيه تونس معناها عجبتك العيشه هوني؟ باهيه. شنو احسن حاجه عجبتك في تونس؟ احسن حاجه المنقال. شنو عجبك في المنقال؟ هي حلوه المنقال. شنو عجبك فيه؟ عجبتني. هي عجبتني. شنو اخر؟
ما سمعتك. شنو عجبك اخر؟ عجبتني معنا فيها برشا لبس عليها، برشا عبيد لبس عليها. العيشة، العيشة هوني عجبتك؟ عجبتني خير من غادي. تحب تبقى هوني ولا ترجع للقصرين؟ نحب نبقى هني. أما هوني هاك ترى معناها الخدمة صعيبة شوية، بما أنكم عندكم نفليحة في القصرين عاد تخدم في بلادك خير. سي تمتك، عندنا التفاح تم سي. عندكم كان تفاح؟ عنده كل شيء، ثانية فيها كل شيء. معناها إن عندك أحلام وطموحات. ما سمعتك؟ عندك أحلام وطموحات. هي شنو هم؟ شنو تحلم أنت؟ شنو تحب؟ نحب معناها نحب نولي لاباس علي، نولي عندي الفلوس. هي ماديا يعني؟ ما استحق لحتى واحد. هي كيك. شنو آخر؟ هذاك هو الفلوس بالنسبة لك أنت هي كل شيء؟ لا مش هي كل شيء، ما تعاون. يقعد واحد كل يوم يخدم، كل يوم يخدم، ما يقدر دار قاعد قاعد معنا في الدار ويتبدا عنده الفلوس. إيه هذاك هو. شنو آخر بخلف تولي لاباس عليك؟ نخرج معناه نخرج لبرا، ألمانيا، إيطاليا. ما تحبش تعيش في تونس؟ هي تونس هي بلادي، اما انا نحب نشوف العالم. تحب تعرس بأجنبية؟ هي علي مش تونسية. حب معنا زوز، واحد تونسي واحد أجنبي. يا ذكر علي الزوز. مشيت مرة باش نخطب، فقد بي بدأت تسهلك بايها وامها بيسهلوا في وش عندك وش ما عندك شو نراي. فقد بي قلت لها، كتب لها على الفيسبوك قلت لها راني لبس علي واحد وصدقت هي شوي. مشيت باش تخطبها؟ مشيت باش تخطبها؟ اي شوي. فقد بي انا بطال من نهار هذاك ما عادش يكلمني اصلا. اي وانت علاش تكذب عليها؟ هي نكذب عليها معنا باش نعرس. اي كي انت ما عندكش هذاك الكل علاش بطال؟ سامحني يا بالحق بالحق دخلتني في حيط. كي انت ما عندكش علاش تكذب عليها؟ باش الفلوس، فلوس بتاع العرس هذاك من تفرهدوا بيهم، نقعدوا معرسين شهرين وبعد برشا. انا هم فلوس العرس، انا هم فلوس العرس. ما يتدفع لي العباد 200 300. اي الرمو عندكم الرمو في يدفع برشا، ما لاباس عليهم بايعين تفاح يدفع برشا. وانت وانت جيت مع بيعان التفاح وعملت الخطبه نتاعك؟ اي تجي قد قد الفلوس مازالت موجوده؟ هي مازالت موجوده. يدفعوا لي برشا معناها نولي لاباس، لاباس علي شوي مش برشا. شهرين شهرين لاباس علي. ومن بعد؟ من بعد نرجع كيما كنت. وعندك توا بنت حلال ولا ايه؟ هي عندي. عندك اي في بالها بيك بطال؟ ما سمعتكش. في بالها بيك بطال؟ لا قلت لها تخدم. اي قلت لها نخدم جوي به. هاي تفرجت فيك توا؟ تتفرج فيا؟ نحب نقولها سامحني كذبت عليك، اما شوفي واحد اخر.